هذا السلام يحصل معه أمر، وهو إن كان مفعولا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة فأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، إلا أني أراه في بعض الأحيان من بعض الناس، تجد أنه إذا سلم ويده على فخذيه، إذا سلم عن جهة اليمين رفع يده اليمنى، السلام عليكم ورحمة الله. إذا أراد أن يسلم إلى جهة اليسار قال السلام عليكم ورحمة الله رافعا يده اليسرى أو كفه اليسرى، وهذا منهي عنه كما جاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام علامة تومئون بأيديكم، يعني تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة، إنما كان يكفي أحدكم أن يقول عن يمينه السلام عليكم وأن يقول عن يساره السلام عليكم.